عملية التجميل مش حرام، عنوان زاد ولا بالحق؟ حبيت نوضح معك سيدنا الشيخ، اسمعني عملية التجميل بالحق مش حرام. لحظة ما نحكيش، قال عملية التجميل مش حرام، تقصد التجميل الطبي ولا التجميل الكل؟ أي تجميل، أنت عندك مشكلة في خشمك ولا في لا 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 مش مشاكل، لا مش مشاكل، ما هو المشكل عادة حاجة نسبية. مش أنا قلت هذا، قالوها إيران عاملة واحدة كاملة نتاع التجميل ونتاع حتى تحول جنسي. غيرها في السعوديه فما مستشفيات مرته هو يحب مرته يحب يغير فيها اشياء معينه. هذه مش انا قلته، انا راني لا افتي، راني مصيبه هذه هكا اللي عند العباد في بالو، انا نجي نقول الكاس هذا حرام ولا الكاس هذا حلال، لا هذا شيء موجود قالوه برشا علماء. انت جاوا قالوا لك كان على الكاس الابيض فقط والكاس لك حل طفاو عليه الضوء، انا قلت لك فما اكحل وابيض، وانت تختار في الاخير، أنت فقيه نفسك وإن أفتاك الناس، استفتي قلبك وإن أفتاك الناس.